خديجة، أنا كنت سكن هنا في مغوغة. فتن عندي واحد الظروف قاصحة، انتينا كتعرف عندي جوج الوليدات. الراجل مات، كان يعني واخا كان كبير شوية، كان فيه السرطان في رجليه، يعني بقى تماس وبقى كيتقيالي الدم هنايا، وهزاتو بولينسيا حسبوا عليا 300,000 فرنك وشدوا لي لاكر ديالي عشان عندي الدم اجتماعي. جابوا لهم الدم الاجتماعي ديالي خدام، انا كنت خلصت على ولادي البلاصه ديال الدواء مجدوده، وشدوا لي لاكر ديالي. لا دابا اللي ما كنمشي نخدم ما عندي لا لاكر لا حتى حاجه، عندي فوتوكوبي مضال في ما كنمشي، ما كيقولوا لي خايبه. وانتينا كتعرف الظروف د ولادي كيفاش نيه، كندور فيهم كرد عليهم فقتها، كنزبل فيهم. ما كرهتش كجبرت على الخدمه نمشي نخدم على ولادي كاع، ما ندلل حتى على واحد. حاش قالوا لي خلص ما خلصت، وانا ما عنديش ديك المبلغ اللي طلبوا لي، بزاف عليا 300 مني ما نجيبها انايا، ويا بايت عيومين كاع ما كامله. محمد الخميس الدوله، واخا الدوله محمد شنو المدير ديال محمد الخميس، عيط من رغبو جوج مرات وانا ماشي كنحضر له على رجلو نبوس له رجلو، كان بكي وهيداك هو لو ما دار معايا حتى حاجه. كيقول لي خرجت من السيستم، عندي ما نعمل لك. يا هاي فين الورقه اخويا، عي شوفيها وحليها وشوفي شحال البولي تمايا. ولكن فاش دخلتي علاش دخلتي؟ ايوا جبرت، انا كنت في الخدمه جيت جبرت بولينسيا هزاتو قبل ما يموت. واش حلوة خدام معاهم، وجيت كيقول لي انا كنخلص وانا ماشي كيخدم باطل. شحال القوادس كيعدل تما، وانتينا كتعرف انا ما عندي لا زهر لا والو. كان كيعدل على القوادس ديال الواد الحر. دابا غادي شهرين دابا. لا كنا كارين هنايا شويه، يعني كنا هو كيدبر، يعني ماشي فحال دابا. دابا تقطعت بيا الدنيا كامله، دابا ما كنخدمش. هذه 15 يوم ما خدمت ما والو. الكرا كتجيني 70 فرنك و 15 فرنك ديال الدواء، مرة كتجيني 20 ديال الكرا، يعني عليك كتوصل 90 فرنك ديال الكرا، بين الكرا والماء والدواء. هذه مسكينة موقفة، كانت كتمشي للمدينة، ما جبرت لي يجيبها ليا، صافي وقفت المدير ديالها. نعيت ما ندابس معاه، ما دخلها لي مسكينة، وقفتها صافي. ما عندي لي، عندها 6 7 سنين دابا هذيك اللي قدامي. الولد هو قال لك شحال؟ انتينا ما كرهتش شي خدمه تكون ما ديك ما كندل، انا كاع ما كنرد ندلل على شي واحد ولا شي حاجه، فحق الظروف ديالي هي اللي جعلتني بحال هيدا. يساعدوني وصافي في الوجه داد الوليدات، وما انا ما عندي اللي عطى الله هو هذا. نخدم الحمد لله، هذا نخدم في معطى الله. يكون حتى جوج خدمات كنخدمهم، نكون عي كنخدم، انا مصابعين جبرو ها نخدم على راسي ونخدم على ولادي. ما عندكش شي واحد من العائله كاملين فحالي فحالهم، الظروف ديالهم قاصحه. هما اللي يعاونوني، وما انا في الراجل باش طلعوه لي عندهم باش تفنتو، ما انا موني طلعوا لي الراجل، ما انا عندي درس تدوى. الجمعيات انتينا كتعرف كيقولوا لك عندهم الناس بزاف، واخا وحده هنايا يعني كت عندها الناس بزاف، يعني ماشي كاينه غي انايا.
ساعدوني فاش ما طال الله في الخدمه اللي جات لهم على القناه ديالهم في وجه ديك المحاجر. عاوني تا واحد بغا واحد ثاني انتينا كتعرف بغاي ماشي يتفلى عليا ماشي يعاونني هذاك ديك المعاونه ديالو ديال التفليه ما خصنيش ما عندي ما ندير واخا نمكلي يدي في نمشي حدا الباب ديال الجامع وما نتكرفش على راسي بحال هيدك. انا عندي وليداتي ماشي عن صافي عيمات لي الراجل صافي غنخرج الطريق. شنو قال لي؟ قال لي نتزوج بيه قال لي ولادك هما ولادي بزاف ديال الحاجات بقى كيمكل يدو كيترمى يدو قال لي ما يكونوش العواول هنايا ونجي لعندك بوحدي بزاف ديال الحاجات يعني الراجل كان على خز زيت صافي عيط للعائله ديالي بغاو يضربوه. مجوج عنده المراه ديالو اللي عمرها سلعه. ملي قلت لها بحالي ما طاقتش بيا على حساب الاولاد دابا واش هو ما كيولدش واش هي ولا ما نعرف هي ما عندهمش العواول زعما باغا يتفلى عليا انايا. واخا تكون ما عندهاش الاولاد صبري معاها حتى هي ما بغاتش لا كديفو فيك انتينا وما عندكش الاولاد المراه كتمشي كتاكي معاك كتبقى معاك حتى كد واخا ما يكونوش عندها الاولاد مسكينه كتمشي ضحيه. علاش مغر الجواج يعني عايرني بزاف قال لي الجمعيه انا اللي جبتها لك واولادك لما كنت انا ما يقراو شي وما ما يحولوها لكش لهنايا. صافي هضرت مع واحد المراه وديك الجمعيه وعيطت لها قلت لها قال لك الجمعيه هو اللي تكلب بها هو اللي جابك لي ليا هو اللي قالت لي لا هو اش من دخل عنده في الجمعيه. قلت لها عايرني بها ودابا شنو كاين الظروف ديالي انتينا كتشوف عيطوا له محتفوه قال له انا ما قلت والو بقى كينكر قال انا ما كنعرف حتى واحد واصلا الدليله هو في التليفون ديال العائل مسجل كيقول واش ماما كاينه بوحديتها قال له كاينه معها العائله وانا ما كنتش ما كان معايا حتى واحد غير وحدي. علاش كيسول عليا باش يجي لهنايا يعاونوني زعما هذوك جابهم قال لي غيعاونوك وما عاوني حتى شي واحد يعني بقى كيجي غير كيشوه بيا وصافي هنايا ماشي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.